مرحبا بكم، رجعنا لكم بوصفة جديدة. اليوم هنعمل كيكة البرتقال. كيكة هي صحية لكل أنواع الدايت، بالأخص للكيتو دايت ولمرضى السكر. يلا الوصفة. جوز الهند 3 كوب ونص 250 جرام. نطحن جوز الهند في أي خلاط متوفر عنا حتى يصبح رطب، مثل هيك لازم يكون. زبدة زائبة 50 جرام، حوالي تقريبا ربع كوب. بيض عدد 4. سأوضع جميع المكونات على الشاشة إذا كنتم بحاجة إلى التقاط صورة للمكونات. بيكربونات الصودا أو صودا الخبز معلقة صغيرة، ما يكون كتير. بديل السكر ستيفيا معلقة كبيرة. التحلية الكمية والنوع هو اختيار حسب نظامكم الغذائي، ممكن بشر البرتقال أو الليمون أو وضع الفانيلا. تقليب المكونات جيد، مثل هيك لازم تكون. ممكن نستخدم أي قالب متاح عنا، المهم إنه يدخل الفرن. أنا هستخدم هذا. دهن القالب أي نوع من الدهون أو وضع ورق الزبدة. ممكن وضع القليل من أي نوع من الفواكه يكون مناسب لنظامكم الغذائي، هو اختياري. أنا سأوضع معلقة من التوت الأزرق. ملاحظة، عدم وضع كمية كبيرة من الفواكه حتى لا ينسكب سوائل على الكيك ويختلف المكونات معكم. تشغيل الفرن مسبق من الأعلى والأسفل 180 درجة مئوية. نوضع الكيك في الرف الأوسط لمدة 30 دقيقة أو حسب نوع الفرن. يفضل فحص الكيك باستخدام عود الأسنان للتأكد من النضوج. هذه المكونات هيك أصبحت جاهزة بعد 30 دقيقة. للحصول على قشرة جافة على الكيك بعد الطهي بنطفي النار وتكون الكيكة داخل الفرن والباب مغلق لمدة 30 دقيقة تانية. انتظرونا مع كيكة بدون فرن. إن شاء الله قريب نعمل كيكة بدون فرن. يفضل وضع الكيكة على الشبكة حتى تبرد تماما، ولكن أنا حفرجيكم كيف من شان التصوير. هو مفروض أنه تبرد تماما، هي لسه سخنة. يفضل أنه تبرد تمام. شايفين كيف من الداخل كتير، هي روعة. كل ما بردت كل ما كانت أفضل. والقشرة هذا اختيار، إذا أنتم بدكم إياها يكون إلا قشرة من الخارج، أنا بحب يكون إلا قشرة من الخارج. هذا هو اختيار حسب ذوقكم. شايفين كيف هي كتير روعة وسهلة وبسيطة. إذا ما بدكم يكون إلا قشرة من الخارج، خرجوها من الفرن فورا، خليها تبرد في المطبخ. ملاحظة، يجب عليكم التأكد من هذه الوصفة تناسب نظامكم الغذائي أو الوضع الصحي. لا يوجد وصفة تناسب جميع الأشخاص. خلينا نتذوقها. الله الله، بصراحة الطعم كتير روعة. بتمنى تكتبوا لي رأيكم تحت بالتعليقات، لأنه رأيكم كتير بهمني. الناس الموجودة عندي على الصفحة على الفيسبوك، أتمنى يشتركوا بقناة اليوتيوب اسم القناة شيف نائل، من شان يصلكم كل جديد. في أمان الله.